أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب، وذكر منها أنهم لا يسترقون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله عنها. رسول ما قال لا يرقون. إذا جاء واحد يبي يرقيك ما يخالف تخليه يرقيك، لكن تسأله تقول تعال اقرأ علي، لا، هذا مكروه، لأن فيه حاجة إلى الناس، فيه حاجة إلى الناس، ولا أنت تستغني بالله عز وجل. لكن إذا جاء هو يبي يرقيك لا تمنع، ولا فيه كراهية هذا. نعم، الرسول جاءه جبريل ورقاه. نعم، وما طلب الرقية عليه الصلاة والسلام، لكن بذلت له من جبريل عليه السلام. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.